كما تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني اليوم بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد إخوان باوتيستا أرياس بالاسيو بوصفه سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية فنزويلا البوليفارية. لدى بلادنا جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار الجاي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم والمرزوق وهارون تراوري مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية ومحمد الحاشي الكتاب السفير المدير العام للتعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج. وخص فخامة رئيس الجمهورية الدبلوماسي الفنزويلي بعد تسليم أوراق الاعتماد بمقابلة تم خلالها استعراض أوجه التعاون المثمر بين البلدين الصديقين.